اهلا وسهلا بكم، بث مباشر هنا من مدينه قدر، بالضبط من درب مولاي شريف. فاخطر منزل اهل للسقوط الان كنت واجده في الزنقه 3 بالضبط في درب مولاي شريف. فهذا المنزل هذا يعني في حال السقوط ديالو، فالصعوبه ديالو فانه يقدر يجر الدرب كامل، يعني لاصق منزل تقريبا من 3 طوابق، يعني لا سقط فغادي يجر مع الدرب كامل. الساكنه هنا متخوفين كثير، كاين اللي غادر المنزل ديالو، كاين اللي ما بيدو حيله يعني باقي في المكان ديالو. كما كتشوفوا الناس مازال خارجه، الناس كتنتظر يعني شنو غادي يوقع، الناس خايفين. فمنزل خطير جدا، فاللي غادي يحكوا لينا على هذا المنزل والخطوره ديالو فهم الساكنه اللي عارفين الساس، عارفين الراس، عارفين شنو يقدر يوقع الى نهار هذا المنزل. هذا المنزل هذا اللي على حسب اقوال ديال الساكنه فخلال فتره الحجر الصحي فطرف وعدة شقوق يعني دخلت في المنازل المجاورة بسبب هذا المنزل هذا اللي يقدر في أي لحظة أنه يطيح. يعني ناخذ الآن أحد الساكنة اللي غادي يشرح لنا بالضبط التفاصيل ديال الحاجة. خويا هنا واخا خويا قرب عندك الميكرو، شنو واقع لكم الخطورة ديال هذا المنزل ماشي هذا يعني حتى المنازل اللي كاينين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اولا كنتقدموا باحر التعازي لهاد الناس اللي ماتوا، راه خوتنا وممكن غدا نكونوا حنايا. حنا في درب مولاي شريف كساكنه كنا مهدين، قدمنا شكايه للباشا، قدمنا شكايه للقيد، ما داروا معنا حتى شي حاجه. وحنا دابا الان كنعيشوا في التهديد، يوميا كنعيشوا في التهديد. الان دابا اللي كنطلبوا من جلاله الملك محمد السادس الله ينصره الله يخليه، رغم اننا ثقلنا عليه وعنده قضايا اهم من هذا الشيء ديالو، من هذا الشيء ديالنا، هو فوض هذا التدابير وفوض الناس اللي خدمونا كالعامل وكالقيد اننا كنمشيو لعندهم بالشواهد ديالنا وبالخبره ديال الدار انها غادا تطيح، ما كيشوفوش فينا وما كيعبروناش وما كيهضروش معنا، ولا خدوا الشكايه كياخذوه كيهملوه. دابا حنا كنطلبوا غير بالسكن ديالنا، ما كنطلبوا حتى شي حاجه. حنا كمواطنين وحنا مع القضيه الوطنيه وحنا كمغاربه احرار كنبغيو الوطن ديالنا وكنبغيو المغرب. علاش هاد الناس بغينا ابسط الحقوق؟ اشنو هي ابسط الحقوق؟ ابسط الحقوق سكن، سكن اللي حرمك من هاد الامطار ويحرمك اللي يحميك من هاد البرد ويحميك من هاد الشتاء. يعني كنشوفوك كتهضر معنا ودموع غالبه على عينيك. خويا انا مضرور، ومشي انا اللي مضرور، الساكنه ديال درب مولاي شريف كلها مضروره. حنا والدينا ساكنين من الخمسينات هما ساكنين هنا. حاجه وحده اللي كنلقاو التهميش. هاد الناس ما بغاوش يشوفوا معنا، ما بغاوش يديروا معنا شي حاجه اللي هي زوينه. حنا ما كنطالبوا والو، حنا ما حنا ضد القيد، ما حنا ضد العامل، كنا كنبغيوهم، ولكن هاد الناس فوضهم جلاله الملك باش يخدمونا ويخدموا لنا المصالح ديالنا، راهم هاملين. المرشحين اللي كنترشحوا عليهم ما كنشوفوهمش، فقط كنشوفوهم غير ملي كيبغيو يتقدموا للترشيحات الانتخابات. اما دابا حنا في هذه الازمه ما كاينش اللي واقف معنا. حنا والدينا راه بايتين اليوم في هذا، بايتين في العراق، الليل كله حنا بايتين في الشتاء. حنا كنطالبوا بحق السكن اللي يحمينا ويحمي هاد الناس كاملين، كنا مضرورين. يعني هذا المنزل هذا اللي كنشوفوا الحاله ديالو المزريه الان، يعني في انا بعدا شو يعني من اخطر البيوت، يعني اللي يقدر يطيح غادي يطيح درب كامل. هذا المنزل هذا، هذا المنزل هذا مهدد سنين، هذا هو مهدد 18 سنة، وهو هو الناس خارجين منه اي السقوط، ولا مشى تطاح راه غادي يجر معاه ديور كامله. يعني 15 سنه والناس خارجين منه وما داروا والو، ما داروا والو مع الساكنه. كنقدموا الاستفاده وعندنا الخبره ديال ان الديور راها قايله للسقوط، عندنا خبره، اي عندي انا خبره قايله للسقوط، يعني كنسكنوا في الخطر. بغينا نعرفوا واش حنا مغاربه ولا ماشي مغاربه. الا كنا مغاربه يعطيونا حقنا، ما باغين والو من هاد الناس، باغين حق. ما حنا ما عندنا لا حزازات لا مع مخزن لا مع والو، ولكن هاد الناس راه حنا كمغاربه، راه ولادنا كتموت، والدينا ماتوا، والدينا راه مرضوا، فين غنعيشوا؟ فين غادي نمشيو؟ راه حنا مغاربه. كنطلبوا الله يرحم لك الوالدين، كنطلبوا من جلاله الملك محمد السادس الله ينصره، بغيناه يشوف بينا بعين الرحمه، وخا تقلنا عليه وعنده هو قضايا اهم من هذه القضيه هذه، وبغينا يشوف معنا، يشوف معنا ويوقف معنا. راه حنا كنا عايشين تحت التهديد،
يوميا كنعيشوا في التهديد. دابا ولينا خايفين نطلعوا للدار، رحنا الشتا كتصب علينا ليل ونهار. يعني كتفضل دابا الشتا ولا تبقى في الدار دابا؟ انني نفضل نخرج على برا وما نقدرش نبرك في الدار، وهاد الناس كلهم راه خارجين، راه كاين الفريق ديالو اللي فينا هما، كلشي مهدد، راه دخلينا حنا المال الدار، كلشي مهدد، المال ساردين كلشي وتشققات كاينه خطيره. وملي كنطلعهم كنقولوا ليه غير اجي شوف الدار، كنمشيو للمقاطعه كنقولوا ليه اجي شوف معنا الدار، ما كاينش اللي كيبغي يجي معنا. الشكايه اللي كنقدموها ما كيبغيوش ياخذوها بعين الاعتبار، الشكايه كيشدوها كيلوحوها. احنا هذه مده ديال تقريبا من الالفينات وحنا على هذه الحال هذه، ما بغيناش نموتوا، ما كاينش اللي كيستجب لينا. واضح خويا ناخذ اجي خويا انا فهمت. السلام عليكم، انا جيت باش نشير المشكل ديال هذه الدار هذه اللي ازيد من 18 سنه وهي ايله السقوط. الدار ما ساكن فيها حتى واحد، ولكن كاين جدور اخرين وراه الدار تا هما ايلين السقوط، تم الافراغ ديالهم. المشكل اللي كاين دابا انهم جاو عندنا حنا بصفتنا ملاك هذا المنزل والمنزل الاخر اللي من الجهه الاخرى، قالوا لنا خاصكم تخرجوا بدون اي ضمانات، يعني في حاله ان لا الدار ديال الدار ايلين السقوط والديور ديالنا حنا ما كاين لا ضمانات لا والو، فين غادي نمشيو؟ واش كاين شي حل من هاد القيد اللي كيجي باغي يقمر بينا حنا؟ سواء رابت هي هذيك سواء بقات راه غنسكنوا فيها. حنا اللي كنطالبوا دابا الان بضمانات، يعطونا كتابه واحد الضمانه انه في حاله انهيار المنزل ديالنا ولا انهيار المنزل المجاور ديال الناس اللي ساكنين، لحسن الحظ ان هذا المنزل ما فيهش ذكورات، يعني فيه غير الملاك الاصليين، يعطونا ضمانات في حاله وقع شي ضرر انهم يتحملوا الضرر، سواء الاصلاح سواء البناء ديال الدار. والمشكل هاد الدار هذه راه كان في الحجر الصحي، قام انهيار في رمضان، طاحت جوج مرات، جاو واحد لابارتي لداخل وجا القايد وجا الخبراء داروا واحد السينما الخميس هنا ومشاو في حالاتهم، وطاحت المره الثانيه على واحد زقلات واحد جوج دراري كانوا كيلعبوا هنا، واحد جوج ياجورات طاحوا هنا زقلوا واحد جوج دراري. اذا هاد البلاصه مابقاتش مامنه، زائد كاين واحد الدار اخرى تقريبا كاينه هنايا هي ضروره هي ايلا السقوط، يعني جات تقريبا فيها يمكن شي 13 سنه باش ان معلومه ان ايلا السقوط وما داروش حل مع الناس ديال الدار. نزيد عاوتاني كاين البلاصه اللي راه تذكرت ثلاثه الدور اللي راه راه في الراس يمكنك تشد عليهم باش تعرف ان هاد الزقاق كامل معرض للهدم في اي لحظه للسقوط. حنا كنطلبوا كساكنه انهم يعطونا ضمانات، او الانسان اللي كان باغي يخلع يتم الاخلاء ديالو يعطوه من الى، ماشي يعطوه حل سير ثلاث سنين اربع سنين. كاينين هنا اللي خرجوهم من 2012 باقي ما استافدوش، كاين اللي خرجوا من 2016 كاري، يعني وصل داك لاسوم اللي غادي يخلص بهذاك الدار واحد ب 200000 درهم ولا 300000 درهم غير 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 كيراء وباقي ما استافدش. حنا كنطالبوا بالضمانات، واي شخص اللي كان بغي يخرج خاص يدير مع الحل من الى، حيت ما عندهمش هاد الناس فين غادي يمشيو. ابسط الحقوق، ابسط الحقوق اللي هو حمايه الحق ديالك في السكن. يعني معظم الناس هنايا، يعني معظم الناس مضره من هاد القضيه ديال كاين حتى الفقر، من غير كاين الفقر كاين هنا التهميش، التهميش من كاين من التهميش من القائد ديال الدرب مولاي الشريف. ما كاينش شي مهام، خرج الصباح هاد الناس قال لهم هادشي قدر الله، واش هذا سبب؟ واش خمسه الناس ماتوا وثلاثه اربعه الديور طاحوا كيقول لهم قدر الله؟ كاين تهميش من القائد، كاين تهميش من العامل، عامل جهه عين السباحي محمدي حتى هو كيتحمل اكبر مسؤوليه، كاين تهميش من المقدم، ما عرفناش المقدم واش كيوصل لهذا الخبر. المهم كاين واحد التهميش اللي هو تهميش كلي لهاد المنطقه ديال درب مولاي الشريف. حنا كنطالبوا باعاده النظر هاد الناس اللي شادين سواء القائد سواء العامل، كنطالبوا بحد ديالهم من هاد المناصب، يجي شي شخص اخر فوق الانتخابات كيبانوا، بغينا الناس كيبانوا بوجوه مزيانه، بوجوه انهم غادي يصلحوا، بوجوه انهم غادي يقوموا اشياء زوينه، ولكن في هاد الظرفيه هذه كيقول لك السبب هو قدر الله. ما يمكنش ان السبب قدر الله هو اللي غادي يريب هاد خمسه المنازل. كنطالبوا الان بالضمانات، والناس اللي كارين هنا وباغيين يخرجوا يديروا معاهم حل، يعني من الى، والناس الملاك يعطيهم ضمانات انه في حاله ضربت لي الدار انه شي دعم او ضمانه انه ما غاتقيس لي الدار ديالو. يعني ناخذوا الان التصريح ديال واحد. السلام عليكم. الدراري الصغار الله يرضى عليكم، راه حنا جايين باش نعاونوا والديكم، عاونونا حتى نتوما. واخا لا يعني انت كتشوفوا ساكنه في هذا المنزل هذا، يعني قريب يطيح وتيشكل خطر على باقي المنازل. خويا هذا الدار كتشكل خطر علينا، ما كنعسوا لا في الليل لا في النهار، ديما خايفين منها غطيح. وطاحت شحال من مره من الداخل كتخلع عباد الله، ما كتخليش بنادم ينعس. شحال من مره كنقول خرجوا في الليل، ودابا جا القيد، جا القيد ومقدم قال لك خرجوا، فين غادي نخرجوا؟
خرجوا باش طيح، الا طاحت طيح لنا الدار ديالنا، ما عندناش غنخرجوا. يعني حنا معاه في القانون ديال اللي دايره، ما تسمحش، ما تسمحش راجلي انا طلب معاه، ما يمكنش يخرج يكري الانسان، يلاه نضر مع القوت اليومي ديالو. انت يا كاريه ولا فتاه؟ لا احنا من احنا ملاك دارنا. يعني شحال من عام نتوما فنيين؟ شي 35 عام ولا اكثر، اكثر من 35. هذا المجاور ديالكم يعني ما كتخافوش منه؟ كنخافوا منه، راه كيطيح ديما مهدر بالخاطر، مهدر بالخاطر كل ليله، وكيطيح شحال من خاطر كيفزعنا، ولكن فين غنمشي؟ ما عندنا فين غنمشي. يعني شي رساله اللي توجهها للناس؟ شي رساله ديروا لنا حل. دابا جاو دقوا علينا خرجوا، فغادي نخرجوا، تيديروا معنا حل، ما عندناش فين نخرجوا، ديروا لنا حنا معاهم في القانون، ولكن يديروا معنا حل، ما غاديش نخرجوا ونخلوا الدار ديالنا نخرجوا الزنقه، ما عندناش فين نخرجوا، خاصهم يديروا معنا حل. لما الدار كتشكل على الخطر، ها كتشكل على اكثر من 20 عام وهي بحال هكا دايره، هذا الشيء اللي كاين. تفضل اخويا. اجي نكمل الهضره اللي قالت الوالده ديالي. الدار جا الاستاذ القايد البارح قال لنا كتخويو الدار، والدار اللي مجاوره هذه الوسطانيات، هاد الناس بجوج هما الدار والدار. الدار والدار الاخرى عندنا الملكيه ماشي كرايه، حنا مازال اللي في اللور كرايه. جا قال لك غتخرج بدون قوانين، يعني انسان غايقول لك غتخرج باش لا طيحنا الدار، يعني لا طاحش الدار زعما تقدر طيح داركم وتخرجوا نتوما، يعني نخرجوا حنا بلا اوراق بلا تضمان، ما كاين حتى التزام زعما لا خرجنا لا طاحش حنا الدار ديالنا، اش غنديروا؟ بنادم راه كلشي هنا، راه ما كرهش بنادم، واش كاين شي واحد بغى يعيش هذه العيشه هذه؟ ما حتى واحد ما كره يبقى في هذه العيشه هذه، راه بنادم كون كان طلعتي الاستاذ سطح شتي الحاله كي دايره، حنا دارنا قصيره، اول دار مهدب طيح، اون فوا غيبداو يطيحوا في هذيك غيطيح علينا حنا داك الشيء كامل. حنا بغينا شي حل من السيادة القايد اللي جا كيدق علينا قال لك خويو نخويو السي، ولكن عطينا شي التزام ولا شي ضمانة باش لا طاح دارنا نعرفوا راسنا فين غنسكنوا. حنا راه كون كان لقينا الجهاد كاع ما غنبقاو هنا، كون حنا بني ريبنا وصلحنا. واضح. شكرا اخويا. اجا خويا هنا. واخا خويا انت من الساكنة ديال العناية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه واحد الرسالة موجهة للمسؤولين في هذه البلاد هذه. أولا درمولي شريف كما كتعرفوا تاريخ. والتاريخ ديالو يعني قديم بزاف. في نفس الوقت كانوا وقعوا واحد العدد ديال الوقائع اللي كانوا طاحوا فيها سقوفه ديال بزاف ديال الديور، وكنا درنا واحد اللقاء ووصلنا يعني المسؤولين، يعني دقينا ناقوس الخاطر كنقول لهم السارعوا قبل وقوع الحادث، وقد وقع الحادث والان الحبل على الجرار. وبناء عليه كاين واحد العدد ديال المشاكل دابا باش هاد الناس تحول. اولا كيقول لك الا بغيتي تحول جيب الخابر عطيه 4000 درهم، كاين ناس هنا كتعيش ب 400 ما عندوش 4000 درهم. ثانيا كيقول لك اودي مثلا الا بغيتي مثلا تمشي تسكن في الساوات خلاص 10 المليون زائد واحد 2 مليون ديال الاوراق. هاد الناس معدمين اكثر من الفقر، شي حاجه اكثر من الفقر. ولا تنسوا بان الاستقلال ديال هذا الوطن هذا كان الناس ساهموا فيه بواحد الشكل كبير جدا، وبناء عليه انا من هذا المنبر كنقول للمسؤولين جميعا، حنا راه ماشي حشرات، حنا ماشي حيوانات، حنا راه المستوى ديالنا اكثر منكم انتوما، واش فهمتي؟ وبناء عليه حنا عايشين ومتعايشين مع الوضع وراضيين بداك الشيء اللي عطانا الله عز وجل، لكن في نفس الوقت ما كنسامحوش المسؤولين انهم يديروا لنا هذه الحاله، هذا راه حشومه، راه الناس كتموت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا المشاهدين انا شفتي كما كتشوفوا معنا نقلنا لكم الواقع المزري ديال هذا المنزل، اخطر منزل كاين هنايا في درب مولاي شريف، يعني في حال يعني الهدم ديالو فغادي يتم يعني تقريبا سقوط جميع المنازل هنا في الزنقه ثلاثه. اذا المشاهدين انا شفتي معنا قلنا لكم التصريحات ديال الساكنه اللي كما شفتوها بكل موضوعيه بكل يعني الناس كيهضروا في الصميم، يعني الناس كيقولوا اننا لا خرجنا هنا ما عندناش فين نمشيو، السومه الكرائيه كاع لا خرجوا، راه الناس عايشين كما قال الاخ في التصريح الاخير، يعني الناس ما يقدروا يتصوروا حتى 400 ريال ولا كنقولوا 20 درهم في النهار. اذا نلتقي.